الأمور اللي تحدث على الساحة. الشيخ مصر بصراحة يا ولد، وأنا يعني لم أفعل. تفضل تفضل دكتور جوزيف، تفضل يا فندم، تفضل. تفضل يا حضر الشيخ، تفضل فضيلة الشيخ، كمل كلامك. يعني أنا لم أقدم جديدا، أنا ما أفعله هو ما يجب أن يفعله كل مصري حريص على هذا الوطن، حريص على مستقبل مصر، حريص على أن يعيش الكل، كل المصريين المحبين لهذا الوطن، مسلم كان أو مسيحي، تحت راية واحدة، وهي راية مصر، في حب ووئام عرفه كل المصريين منذ أكثر من 1000 عام حتى هذه اللحظة. فأنا لم أقدم بديله، لكنني فعلت ما يمليه علي ضميري، وما تمليه علي وطنيتي، وما تمليه علي أيضا هذه المرحلة الصعبة جدا التي تمر بها مصر، والتي تفرض على الجميع أن يتكاتف، مسلمين ومسيحيين، من أجل نصرة هذا الوطن العظيم مصر. فضيلة الشيخ مظهر شاهين، طبعا وحضرتك دلوقتي بتاخد بتتناول الملفات بشكل إعلامي رائع ومعروف جدا، وأثرت في الحقيقة توجهات كثيرة للشباب من أنهم يروحوا للأفكار التطرفية إلى أن يكونوا مسلمين عارفين يعني إيه مبدأ المواطنة ويعني إيه أخوه المسيحي اللي عايش معاه. حقيقة تأثر رائع جدا جدا وواضح وملحوظ، ومش محتاج إن إحنا نكون بنقول هذا الكلام مرة واثنين وثلاثة. لكن إزاي ننقذ الشباب المنساق داخل جامعات الأزهر الآن من أنهم يروحوا ينجرفوا مرة أخرى لمثل هذه التيارات أو المحاولات المستمرة من هذه الجماعات الإرهابية، حتى تحاول أن تجعل هذا الشباب منساق وراء أفكار التطرف؟ إيه المنهج اللي ممكن يتعمل عشان نوقف هذا الفكر؟ شوف، يعني انا دائما حينما اتكلم عن من ينتمون الى هذا التنظيم الاخواني لا افرق ابدا بين من ينتمي منهم الى الازهر او من ينتمي منهم الى مدارس اخرى او جامعات اخرى، من يعمل منهم في مجال الطب ومن يعمل منهم في مجال تربيه وتعليم، او من يعمل منهم في مجال اي مهنه حرفيه، مبلط محاره او نقاش او خلافه، الكل في النهايه يقف تحت رايه واحده، يشربون من معين واحد، يتكلمون بلسان واحد، يفكرون بعقلية واحدة، تملى عليهم القرارات والأوامر، وما هم إلا آداء لتنفيذ هذه الأوامر وهذه القرارات. وبالتالي الأزهر الشريف، هذه المنارة العظيمة التي يحاول جماعة الإخوان الإرهابية ويحاول بعض أعضائها أن يستولوا عليها أو أن يقتنصوا منصب شيخ الجامع الأزهر، وكثيرا ما راينا محاولات لازاحه الامام الاكبر فضيله الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر عن منصبه من خلال افتعال بعض المشاكل المتبركه والمعموله عن قصد بهدف ازاحه شيخ الازهر عن منصبه. فبالتالي حينما فشلوا في ذلك لجأوا الى امر اخر، بعد ان خرج الشعب المصري واسقط نظامهم، لجأوا الى وسيله العنف، وبالتالي نرى بعض مشاهد العنف داخل اسوار جامعه الازهر ممن ينتمون الى جماعه الاخوان الارهابيه. اذا اردنا ان نعيد هؤلاء الى حظيره الوطن مره اخرى، انا في اعتقادي ان الامر ليس سهلا، لاننا نتكلم عن بعض الشباب التي تحتضنهم بيئه من الممكن ان تكون اسريه، سواء الاب اخواني او الام اخوانيه، من الممكن ان تكون عن طريق الاصدقاء والاهل والاخوان، تربوا على عقيدة وطنية مختلفة تماما عن العقيدة التي تربينا عليها، ينظرون إلينا على أننا كفار، وعلى أننا خارجين عن الدين، وعلى أننا لسنا أصحاب الوطن، وإنما هم أصحاب الوطن وأصحاب الدين ومن يعلمون الفقه والعلم. ومراجعة هؤلاء تحتاج إلى جهود مضنية، وتحتاج إلى إعمال القانون في نفس الوقت. يعني لابد أن نفعل القانون أولا حتى يرتدع هؤلاء عن ممارسة الإجرام بشكل عملي، ثم نجلس مع هؤلاء ثانية من خلال الكتاب والمفكرين والأدباء والمثقفين لنناقشهم في بعض أفكارهم، هذا لو أتيحت لنا الفرصة، لأنهم يرفضون أن يجلسوا معنا، ولن يكون هناك حوار إلا إذا أتتهم إملاءات من قياداتهم. المسألة ليست سهلة وربما تأخذ بعضا من الوقت، والازهر بريء من هذه التصرفات منهجا وسلوكا وعلما وتاريخا وحضاره وثقافه، هو بريء من كل هذه التصرفات، وهم انما يشكلون عبئا على الازهر الشريف
هذه المنارة العلمية العظيمة، كما أنهم أصبحوا عبئا على الوطن هذه الدولة العظيمة مصر. طيب فضيلة الشيخ مظهر شاهين، في مواقف للأحزاب والحركات السياسية من العمليات الإرهابية اللي فاتت، ممكن يعملوا إيه دور الأحزاب؟ أنا يعني شايف أنه ما فيش دور للأحزاب زي ما حضرتك عارف، وأكيد بتتطرق للموضوع ده إعلاميا، أنه الأحزاب شوية مقلة في الأيام الماضية، خصوصا في الفترة الانتقالية دي أو في الفترة دي. هل لهدوء طبيعة البلد؟ هل الناس مستنية الأحزاب؟ هنشوفها إمتى؟ هل عدم وجود الأحزاب بالطريقة اللي احنا كنا بنشوفها بعد ثورة 25 يناير، كان كل يوم والتاني حزب يقول تصريح أو الكلام ده كله، الأحزاب دلوقتي دورها إيه في اللي بيحصل في الإرهاب؟ أنا شايف إنه من المفترض أن تكون الأحزاب هي التي تحرك الشارع المصري، إنما ما يحدث على أرض الواقع منذ قيام ثورة يناير مرورا بثورة 30 يونيو المكملة لثورة يناير، هو أن الشارع المصري هو الذي يحرك الأحزاب، وأن الأحزاب ما هي إلا رد فعل لمتطلبات واحتياجات الشارع المصري، وبالتالي هذه الأحزاب في معظمها أو في مجملها لم تستطيع أيضا أن تحرك ساكنا أو أن تفعل شيئا، لأنها لا تعتمد في الأساس على قاعدة شعبية عظيمة ولا على تاريخ كبير، يعني أحزاب قليلة جدا لها تاريخ زي حزب الوفد مثلا، إنما معظم الأحزاب هي أحزاب حديثة وأحزاب ناشئة على الثورة وأحزاب لم يكن لها دور فاعل قبل الثورة المصرية. الشارع المصري لا يلتفت كثيرا الحقيقة إلى ما يظهر عن الأحزاب، الشارع المصري يلتفت الآن إلى خارطة طريق 30 يونيو ويراقب من يقوم على تنفيذ هذه الخارطة، فإن رأى إيجابا ورأى تحرك إيجابي في طريق تنفيذ خارطة يونيو الشعب المصري يهلل ويقدر ويؤيد، أما إن رأى تخاذلا أو سلبية أو تراجعا عن بند أو بندين أو أكثر من خارطة الطريق، الشعب المصري يقف ويستنكر ويشجب ويتدخل بأشكال أخرى، ولذلك ظهر ذلك جليا في مسألة الاستفتاء على الدستور، الذي خرج الشعب المصري الذي خرج بالملايين لم يخرج لأن الأحزاب دعته أو لأن الأحزاب هي من نوهت أو من دعت إلى الاستفتاء، وإنما خرج لأنه يعتبر أن الاستفتاء وأن إقرار الدستور هو إحدى خطوات خرطة 30 يونيو، وخرطة 30 يونيو التي كتبها الشعب المصري، فكل واحد كان طالع علشان يراقب أو يكمل الطريق الذي بدأوا مع الدولة المصرية ومع الثورة المصرية في يناير وفي يونيو. فالشارع الآن هو المعول عليه في كل المسائل، وحينما أقول الشارع أنا أتكلم عن المجتمع جميعا بما فيه من نقابات، بما فيه من مؤسسات، الأزهر، الكنيسة، الشرطة، الجيش، كل هذه المؤسسات الآن هي شريكة في هذه العملية بحكم انتمائها في الأساس للشعب المصري. طالما نادت جماعة الإخوان الإرهابية وتصدقت بالتاريخ الإسلامي والمتاحف الإسلامية، لكنهم يوم 24 حطوا القنبلة أمام مديرية أمن القاهرة، وبالتالي أيضا المتحف الإسلامي اللي كان المفروض هيحتفل بمرور 100 سنة على الحاجات الجميلة والأثار الإسلامية اللي موجودة فيها تدمر معظمها داخل المتحف. تعليق حضرتك على من كان يتصدق ب انه يعني مخلي باله بقى على التاريخ الاسلامي، هم اكثر من الناس انه بيحاولوا انهم يحافظوا على هذا التاريخ، وشايفين الصور من خلال القنابل اللي هم زرعوها وحطوها في السيارات امام مديرية امن القاهرة، او السيارة امام مديرية امن القاهرة اللي طبعا اتلفت هذا المتحف الرائع التاريخي المفروض كلنا بتكون يعني بنفتخر بيه. في الحقيقة نحن لا نعول ونحن نتحدث عن تطبيق الشريعة أو من يمثل الشريعة الإسلامية، لا نعول على الأقوال بقدر ما نعول على الأفعال، فإذا أتت أقوال أي شخص أو جماعة متناقضة مع أفعاله ومتناقضة أو أتت الأفعال متناقضة مع الأقوال وأتت الأفعال مختلفة وبعيدة كل البعد عما أمر به الدين الحنيف، يكون هذا بالنسبة لنا هو المعيار. هم يتكلمون كثيرا عن الإسلام وعن أوامر الإسلام وتطبيق الشريعة والخلافة الإسلامية ونصرة القدس وفلسطين، ونجد أن الأفعال هي أفعال بعيدة تماما ومختلفة عن هذا الكلام،
بدليل ان الجماعه الارهابيه التي يصدر عنها بيانات عقب كل عمليه اجراميه تسمي نفسها انصار بيت المقدس، وانا لا اعلم يعني جماعه تسمى بانصار بيت المقدس، من المفترض انها اسست وان هدفها الاساس هو تحرير فلسطين. هل تحرير فلسطين ياتي عن طريق شارع بورسعيد المطله عليه مديريه امن القاهره مثلا؟ هل اخطا هؤلاء فظنوا ان فلسطين تقع في منطقه وسط البلد في القاهره او في حي عابدين؟ يعني المسميات من المفترض ان نرى افعالا اجراميه او افعالا ارهابيه او افعالا وفق معتقداتهم جهاديه هناك في فلسطين وليس هنا في القاهره. لكن هذا يدل على ان هؤلاء يتكلمون بكلام قد يتطابق مع الشريعه، قد يعبر عن هويه اسلاميه، قد يعبر عن ابعاد لقضيه اسلاميه، ولكننا حين نراقب اعمالهم نجدهم لا يطبقون الاسلام ولا يعرفون شيئا عن الاسلام، بدليل ان الاسلام حرم قطع الطريق وهم كل يوم يقطعون الطرقات. الاسلام حرم الارهاب وترويع الامنين وهم كل يوم يروعون الامنين. الاسلام حرم قتل النفس وقالها صراحه في القران، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. افعالهم تختلف مع هذا تماما، يقتلون الانفس كل يوم، يهددون بقتل شخصيات عامه وشخصيات اعلاميه وخلافه، يرقصون ويزغردون حينما يشاهدون احد المصريين وهو مقتول والطائره التي سقطت في فلسطين او اي امر اخر. ايضا الاسلام يحرم الكذب وهم يكذبون يوما بعد يوم. الاسلام يحرم نقض العهود وهم ينقضون عهدهم في كل مره. الاسلام امرنا بالوطنيه، بان نحافظ على الوطن وان ندافع عن اوطاننا بما نملك، حتى لو قتل الانسان وهو يدافع عن ارضه او عن عرضه يعتبره الاسلام شهيدا وله منزله كبيره في الجنه. انما هؤلاء لا يقتلون من اجل الاوطان، ولا يقتلون من اجل عقيده او من اجل دين، وانما يقتلون ويقتلون من اجل كرسي ومن اجل منصب ومن اجل تنفيذ هدف سياسي او تنفيذ مؤامره على هذا البلد، على مصر. فافعالهم تتناقض تماما مع ما امر به الاسلام. حتى الاسلام يامرنا بان نحافظ على الكنائس. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع احد اصحابه الذي ارسله لفتح احد البلدان ودعوه الناس الى الاسلام، يقول: وانكم ستمرون على قوم يعبدون الله في صوامعهم فذروهم وما يعبدون، ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امراه ولا تحرقوا بيتا ولا تقلعوا شجرا. كل هذه اوامر نبويه للمسلمين هم ابعد ما يكونوا عنها، وبالتالي هؤلاء لا يعبرون عن الاسلام ولا يعبرون عن قضيه اسلاميه، وليس لهم هدف اسلامي وليس لهم قضيه اسلاميه يتبنوها، وانما هدفهم في الاساس هو السلطه والحق وتنفيذ خطط ماسونيه او صهيونيه او ما الى ذلك. فضيله الشيخ مظهر شاهين، انا يعني هاخد اخر سؤال بس، ان هو هرجع لورا يوم 25 يناير، وحضرتك من الناس المعروفه جدا اللي كانوا بيئموا الناس اللي في ميدان التحرير، ولكن اعتلى منصه 25 يناير ايضا، وحضرتك اكيد عاصرت هذا الامر، اعتلاها شيوخ مثل القرضاوي و و و كان موقف الشباب ايه ايام هذه الخطابات؟ فهناك خطاب موجه تماما لإيقاظ الفتنة الطائفية، وهناك خطاب آخر رائع جدا وهو يمثل الشباب ويمثل الثورة، إن إحنا الاتنين واحد. كان إيه رد فعل حضرتك لما بتشوف ناس طالعة على أنا هذكر بعض التواريخ عشان خاطر المشاهد الكريم يبقى مدرك، يعني يقدر إن هو يعني يعرف كل شيء عن القضية بتواريخ. الثورة قامت في 25 يناير 2011، كان يوم 3. أول جمعة جت بعد الثورة كانت يوم 28 يناير اللي سميت بجمعة الغضب. تمام.